تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس الذي يخص قانون الأندية الرياضية 18 لعام 1986 المعدل بقانون رقم 37 لعام 1988 الذي ينتظره الجميع لقراءته الثالثة والتصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي. المحور وقضايا أخرى قانونية متعلقة بالأمر سنطرحها من خلال فقرات البرنامج لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المختلفة نتابعها في الوقفة التالية، خليكم ويانا. البداية مع الأخبار المحلية، حيث سمى الاتحاد العراقي لكرة السلة تشكيلة المنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وباشر لاعبو المنتخب وحداتهم التدريبية من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في قاعة الشعب والذي يمتد لأسبوعين. آسيوياً، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق في قطر، وذلك بعد الاتفاق بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري. وقد أعلن الأول في بيان بأن المباريات ستقام بين 18 من تشرين الثاني والثالث عشر من كانون الأول 2020، بعد الاستكمال الناجح لمباريات بطولة الغرب التي أقيمت في قطر بنظام التجمع. بالمقابل، ذكر الاتحاد القطري أن المباريات ستقام وسط إجراءات طبية مشددة على 4 استادات لضمان صحة المشاركين. في الكرة الصفراء، ظفر الماتادور الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة رولان جاروس بتخطيه الصربي نوفاك جوكوفيتش في النهائي. وقد فاز المصنف الثاني عالمياً البالغ من العمر 34 عاماً في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بواقع 3 مجموعات دون رد 6-0 و6-2 و7-5. وبفوزه هذا عادل نادال رقم الأسطورة السويسري روجيه فيدرير المتوج ب20 لقباً في البطولات الكبرى، وأيضاً هو 13 لنادال ضمن 16 مشاركة في البطولة الفرنسية، كما أنه الفوز رقم 100 للماتادور في رولان جاروس. في الفورمولا 1، أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون المركز الأول في سباق جائزة إيفل الكبرى المرحلة 11 من بطولة العالم، معادلاً الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في عدد الانتصارات. ويعد هذا الفوز السابع لهاملتون لهذا الموسم بعد استيريا في النمسا والمجر وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الإيطالية. أما في سباق فئة موتو جي بي للدراجات النارية، أحرز الإيطالي دانيلو بيتروتشي سائق دوكاتي المركز الأول بجائزة فرنسا الكبرى المرحلة 9 من بطولة العالم، مسجلاً ثانية تتويج له في مسيرته الاحترافية. وتفوق بيتروتشي على الإسبانيين أليكس ماركيز هوندا الشقيق الأصغر لمارك بطل العالم 6 مرات وبول إسبارغارو كي تي أم. لا يزال قانون الأندية ساري المفعول رغم مرور 34 عاماً عليه، إذ يعتبر بعيد كل البعد عن واقع الحال، لا سيما بعد تزايد التقاطعات ما بين الجهات التي تمول وترعى رياضة العراق. لنرى الأندية تارة تابعة إلى وزارة الشباب والرياضة وتارة أخرى إلى اللجنة الأولمبية. وحول هذا المشهد المتقلب، يرى الجميع أن الفصل ما بين الجهتين سيكون عبر القانون الجديد الذي تترقبه بشغف الرياضة العراقية. تفاصيل أكثر في القراءة التالية، نتابع. 34 عاماً مرت تعاقبت خلالها أجيال كثيرة، لكن قانون الأندية لا زال ساري المفعول رغم ترهله وبؤسه الذي لا يتلائم مع واقع الحال، لتزداد التقاطعات والمماحكات
ما بين الجهات التي تمول وترعى رياضة العراق وتتصدر المشهد الرياضي، لنرى الأندية تارة تحتضن من قبل وزارة الشباب والرياضة، وتارة أخرى تتغير وجهتها إلى اللجنة الأولمبية. العيون ترنو صوب مجلس النواب العراقي الذي قرأ قانون الأندية الجديد مرتين بعد أن كتبته لجنة ترأسها مستشار رئيس الوزراء إياد بنيان، قبل أن تضع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بعض الملاحظات عليه، على أمل أن يرى النور ليقفز بالرياضة إلى مستوى يوازي التطور الذي تشهده بعض الدول الخليجية، لا سيما في مسألة تحويل الأندية إلى شركات، حيث أن القانون سينتشل أندية المحافظات من خلال فقرة الاستثمار التي ستعظم مواردها. صراع أزلي يشهده الجميع نشب ما بين الأولمبية العراقية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى حول تبعية الأندية، فالأولى تمسكت برأيها الذي ترمي من ورائه ضم جميع الأندية تحت لوائها وإقامة انتخاباتها لتتكفل بمصيرها، فيما أعدت الوزارة نفسها بمثابة الأم والحضن الدافئ لتلك الأندية إبان المرحلة التي أعقبت العام 2003 حتى الآن، ليكون هذا الانقسام أو الحرب غير المعلنة ما بين الطرفين أحد أسباب الفتور والأزمات المتلاحقة التي ضربت رياضة العراق في الآونة الأخيرة. مراقبون للشأن الرياضي العراقي أكدوا أن جميع الانتخابات الخاصة بالأندية قد أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة، فرب سائل يتساءل ما هو دور اللجنة الأولمبية بهذا الأمر، ولماذا تحاول إقحام نفسها بموضوع بعيد كل البعد عنها، ناهيك عن ملكية الأندية ومقراتها وملاعبها وقاعاتها التي لم تتبع للجنة الأولمبية، بل إنها ملك للحكومة العراقية التي هي من أشرف على بنائها ودفع أموالا طائلة حتى رأت النور، في الوقت الذي لم تدفع الأولمبية بتعاقب دوراتها السابقة والحالية أي مبلغ لتضع يدها على ملكية الأندية. ليرى الجميع أن الفصل ما بين الجهتين سيكون عبر القانون الجديد الذي تترقبه الرياضة العراقية بشغف ليقول كلمته بهذا الاتجاه. سنبقى مع قانون الأندية ومع مضمون محور حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنسلط الضوء من خلاله على قانون الأندية الرياضية 18 لعام 1986 المعدل بقانون رقم 37 لعام 1988. وللحديث عن محتوى هذا الأمر سينضم معنا عبر الهاتف من بغداد المشاور القانوني الأستاذ علي فاضل البديري، فأهلا وسهلا بك في صدى الرياضة. حياك الله أستاذ بلال، أحييك بداية وأحيي قناتكم الغراء ومشاهديكم الأصدقاء، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا بك. في البداية الجميع يعلم بالاجتماع الذي عقدته مؤخرا لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي مع ممثلي الأندية الرياضية لمناقشة قانون الأندية، بحسب معلوماتك ماذا تمخض عن هذا الاجتماع وإلى ماذا يرمي المجتمعون إزائه؟ نعم أستاذ بلال، طبعا الأخوة في اللجنة الرياضية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب طبعا عدت بتعديل قانون جديد لقانون الأندية الرياضية على غرار قانون اللي نافذ رقم 37 لسنة 88، وتعرف جنابك أنه طرق تعديل القوانين
هي أما بالإضافة، أي إضافة مواد أو تعطيل إلغاء مواد، يعني يعطلون مواد موجودة في القوانين السابقة. اللي صار يعني كلجنة اللي عدت مسودة القانون واللي هو مقر قراءة ثانية في أدراج في مجلس النواب، تم إضافة 13 مادة على قانون الأندية النافذ، لأنه القانون الأندية النافذ كان يتكون من 23 مادة، وبالتالي تم إضافة 13 مادة، وأصبح القانون يعني الجديد اللي هو المسودة مالته القراءة الثانية المقري يتكون من 39 مادة. طبعا من أهم هذه المواد اللي درجت في المسودة أنه تم إضافة النادي الخاص، وهذا النادي هو أعطى الصلاحية للشركات الأهلية بتشكيل الأندية. هاي طبعا في المادة الثانية، في المادة الثانية الفقرة 2 أنه النادي الحكومي والنادي الخاص والنادي الأهلي. سابقا بالقانون الأندية النافذ أنه أكو نوعين من الأندية، نادي أهلي ونادي حكومي. طبعا هذه نص المادة هذا تعارض مع مادة مضافة لاحقا، وهي أنه أعطت الامتياز للأندية بأن تعفى الشركات الراعية للأندية من الرسوم والضرائب بقدر المال الذي تقدمه للنادي. طيب أستاذ علي، هل لك أن توضح لنا يعني النصوص والمواد التي عدلت على قانون رقم 18 لسنة 86؟ هل لك أن تضعنا بالصورة من المواد التي من الضروري تعديلها يعني وفقا لمتطلبات الحياة؟ نعم، المادة اللي أضافت واللي عدلت أنه سابقا كان أنه من شروط العضوية في ذي الهيئة الإدارية للأندية أن يكون الشخص حاملا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. الآن عدلت في هذا القانون هي شهادة الشهادة أولية، يعني بكالوريوس أو ما يعادلها. نعم. فيعني ارتفع سقف المؤهلات، يعني سابقا كان إعدادية يصير أنه بإمكان أنه يترشح، الآن صار شنو؟ بكالوريوس، لازم إلا بكالوريوس. نعم. لكن أنطى استثناء من هذه القاعدة، من هذا الشرط، أنه الرياضيين الذين خدموا يعني الرياضة العراقية ولديهم خدمة رياضية لا تقل عن 5 سنوات. هذا كاستثناء، عضو واحد، أنه استثناء من شرط الشهادة. وبالمناسبة بقانون 18 لسنة 86 المعدل بقانون رقم 37 لسنة 88. هسه هذا القانون هو يتكون من 23 مادة، 18 وال 37. طيب. تعرف من عدل كم مادة ألغى؟ ألغى 3 فقرات نفس القانون، لكن ألغى من المادة الثامنة 3 فقرات من القانون القديم، وصدر قانون جديد. فقلت لك التعديل يا أما يكون بالإضافة أو الإلغاء، فهو قانون نفسه موجود 18 ومستنسخ، لكن مشيول منه 3 فقرات اللي هي تخص أنه للهيئة العامة يعني عقد الجلسة إذا ما استمر النصاب أنه بجولة ثانية وبمدة لا تقل عن 15 يوم. تعرف شلون جنابك؟ نعم. يعني بس ذني الأمور التنظيمية شالها. نعم. اللي هو نفس القانون لكن تغير رقمه وتغير السنة مالته. أستاذ علي، أنت تعلم والجميع يعلم هنالك نزاع واضح ما بين الوزارة والأولمبية حول ملكية الأندية. من وجهة نظر قانونية، من هو المالك الشرعي للأندية؟ نعم، المركز القانوني للأندية والمؤسسات الرياضية هي شنو؟ هي مؤسسات ذات نفع عام، وبالتالي هذه الصفة ما تطلق إلا على الشخصية المعنوية العامة. طيب. الشخصية المعنوية العامة وفق القانون لها 9 حقوق، من ضمنها أن هذه المؤسسات تتمتع بامتيازات السلطة العامة. شنو هي امتيازات السلطة العامة؟ بمعنى أنه عقود التي تبرمها مع اللاعبين، مع المدربين، مع العام، عقود إدارية، وبالتالي تخضع لرقابة القضاء الإداري. أعمالها تعتبر تصرفات إدارية. 3، أموالها تعتبر أموال عامة. تعرف شلون جنابك؟ 4، موظفينها والعاملين يعتبر موظفين عموميين. إذن هذه المؤسسات تحت رقابة ووصاية الدولة، تحت رقابة ووصاية الدولة. لكن أنت اليوم عندك مساحة من الاستقلالية
للغرض التي خصت من أجله. بمعنى أنت قانون أندية الرياضيات طاك الاستقلال، قال لك نادي هو شخصية الفقرة الثانية من المادة الأولى وشخصية معنوية، مثلا شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وقانوني. شنو هذا الاستقلال؟ الاستقلال أنه أمورك التنظيمية الداخلية لكن بشرطها وشروطها لا تخالف النظام العام. طيب أستاذ علي، القانون الذي ينتظر الجميع يتضمن تحويل الأندية إلى شركات على أمل أن يعني يقفز بالرياضة العراقية إلى ما وصلت إليه رياضة الخليج، كيف توضح لنا هذه الجزئية؟ نعم طبعا، هو سيد الكريم، طبعا الاستثمار لابد أن يكون فيه الأندية الرياضية، وبالتالي يعني احنا ما من الممكن انه نحول الانديه الرياضيه الى شركات، يعني لا، يعني هذا التعبير وهذا التوصيف هو بنوع من يعني من شلون اقول لك، يعني اخذ مكان او اخذ حيز على حساب الرياضيين. لكن بالامكان انه تدرج انت هاي الشركات راعيه حال الانديه العالميه. حتى انت جنابك اليوم نادي برشلونه، نعم، شركه راعيه له، وشوف عد الريج مالته فلاي قطر، الطيران القطري، عندك الريال الفلاي امارات، تعرف شلون؟ فهذه شركات راعيه تدعم هذه الانديه باعتبار انه لهذه الانديه علامه تجاريه ثابته ولها تسويق اعلامي ولها قاعده جماهيريه وهي محتاجه الانديه للتسويق. شكرا لك استاذ علي على تواجدك معنا في صدى الرياضه، وكما وعدناك سابقا بان تكون معنا ضيفا دائما طالما تحدثنا وتعلمنا على كل أبعاد وكل ما يخص قانون الرياضة العراقية. بالتأكيد نشكرك مرة أخرى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ، حياكم الله، حياكم الله، ممنون. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من بغداد المشاور القانوني الأستاذ علي فاضل البديري، شكرا جزيلا له. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، نجحت إنجلترا في إيقاف سلسلة نتائج بلجيكا المميزة بعدما ألحقت بها الخسارة الأولى منذ قرابة عامين وانتزعت الصدارة بفوزها بهدفين لهدف. وفي المستوى الأول دوري الأمم الأوروبية، انتهت مباراة البوسنة والهرسك مع هولندا ضمن المجموعة الأولى بالتعادل السلبي، ويملك المنتخب الهولندي 4 نقاط بالمقابل جمع صاحب الأرض نقطتين. ومع منافسات المجموعة الأولى أيضا، تعادل المنتخب البولندي مع ضيفه الإيطالي دون أهداف، وبقيت إيطاليا في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة عن كل من هولندا وبولندا. فيما انتهت المواجهة المهمة للمجموعة الثالثة بين فرنسا وضيفتها البرتغال بالتعادل السلبي، وبهذا التعادل استمر منتخب البرتغال في الصدارة 7 نقاط وبفارق الأهداف عن فرنسا. وختمت كرواتيا منافسات المجموعة الثالثة بأول انتصار لها حين تخطت ضيفتها السويد بهدفين لهدف. هذا الفوز جعل كرواتيا بالمركز الثالث 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب السويدي المركز الرابع بدون نقاط. فيما حقق منتخب إسبانيا الفوز بهدف وحيد على ضيفه منتخب سويسرا، وأصبح رصيد منتخب لاروخا 7 نقاط في صدارة المجموعة وسويسرا بالمركز الأخير بنقطة واحدة. واقتنصت ألمانيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة انتصارا صعبا جدا وثمينا من مضيفتها أوكرانيا، محققة فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية، وبذلك صعدت ألمانيا بفوزها بهدفين لهدف إلى وصافة المجموعة. مشاهدينا، من بين الفقرات الرئيسة في صدى الرياضة فقرة أين أنت؟ اليوم سنتوقف ونسلط الضوء على مسيرة مختصرة وسريعة لأحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، انضم إلى المنتخب الوطني عام 1997
1980 بعد كأس العالم في المكسيك، وكان متواجدا مع منتخب الشباب في بطولة آسيا، وقد توج فيها منتخبنا بلقب البطولة عام 1988، وشارك في بطولة كأس العرب التي أقيمت بالأردن، وحصل العراق على المركز الأول. على صعيد الأندية أيضا لهذا اللاعب مثل أندية الشباب والشرطة خير تمثيل، وبعد اعتزاله عمل مدربا مساعدا لعدد من الأندية العراقية. جمهورنا الرياضي، تواجدنا مع الكابتن الخلوق هيثم متعب وسألناه بعد الترحيب به: أين أنت الآن؟ فضلا عن أسئلة أخرى سنتابعها معا في الوقفة التالية. نتابع. والله بالحقيقة يمكن أكثر الناس تسألني بهذه الفترة أين أنت؟ هو إحنا بالذات اللاعبين القدامى اللي قدمنا عصارة جهدنا في سبيل الكرة العراقية، يعني أكثرتنا تحس إنه أكثر اللاعبين يمكن إذا تذكر أسماء عديدة كلها يعني مهملة متروكة. وضع كرة القدم بالبلد حاليا وضع مأساوي، يعني مزري، مشاكل كثيرة. فالابتعاد عن كرة القدم بهذه الفترة بالذات هو الأحسن والأفضل. ولكن حاليا أنا موجود مساعد مدرب على نادي جافو مع الكابتن أحمد صلاح، اللي الرجل يعني أخوي وصديقي، اللي هو اتصل بي، وأنا شاكر جدا إلى أخي وصديقي أحمد صلاح. العمل بالنسبة للعمل، يعني احنا مدربين نعمل يوم في بغداد، نعمل في زاخ، نعمل في اي مكان، المهم انه نمارس حياتنا الطبيعيه من اجل انه نستمر في عملنا. يعني خلينا نكون واضحين وصريحين، يمكن البعض من راح تتكلم راح يقول لك انه كلام قاسي شويه. قد ما كانت كره القدم تحس بها اكو نقيه ونظيفه في ذلك الوقت، يعني 2005 2006 2007 كان الوضع جيد، انت تقدر تاخذ استحقاقك. تجي على العلمية والمهنية بالنسبة للتدريب، فكان عملك موجود. بالنسبة للمدربين كان أعداد المدربين معقولة، ليس بالكثرة العددية اللي موجودة الآن. شوف الدورات التدريبية مثل ما يقول على فمن يشيل بالمصري، لكن هي أنت مو بالكثرة، أنت تحكي على النوعية ما تحكي على الكمية. يعني الدورات التدريبية صار آخر 5 سنوات يمكن أكثر من 2000 مدرب صار. صحيح. وهذا المدرب لما يجي يدخل دورة تدريبية يقول لك أنا أخذ استحقاقي. أكيد. فأكثر اللي عنده علاقات، اللي صاحب علاقات، خلي أكون صريح، أنا مو صاحب علاقات. أنا الحمد لله والشكر كل الناس تعرفني، اسمي موجود، ودربت، اشتغلت للشرطة، عملت مع نادي الجيش، عملت مع برايتي، عملت مع كثير من الفرق، اتصالات 3 سنوات أنا أعمل، يعني الحمد لله والشكر. بالمركز الوطني لرعاية الموهبة أنا اشتغلت 3 سنوات. طموح طبعا هو طموح مشروع لكل إنسان، يعني طموحنا البعيد كنا نفكر به، يعني أنه أمثل أحد المنتخبات إذا كانت فئات عمرية أو منتخبات الشباب أو المنتخبات الوطنية، هذا طموح لكل إنسان. نتمنى إحنا نقول إنه يكون لنا فرصة وهذا استحقاقنا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات البرنامج لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مع فقرات وأحداث وأخبار رياضية جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.